منتصرين وراهم مراهم. هاي المقبرة وادي عقاب؟ هاي مقبرة وادي عقاب، وهاي الشقق جمع السف أخذناها الحمد لله والشكر. وبعد لا داعش ولا غير داعش نزلنا. عافية بالأبطال، عافية. سيارة طلقين داعش الإرهابي، مقبرة وادي عقاب، مقبرة وادي عقاب تحت سيطرة القوات الأمنية. هاي مقبرة وادي عقاب. الجول اصعد 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 بدنا مكان سيدي المصور هل صعد وين فاينل؟ احمد فرجنا شويه شلون معنا وياك؟ قال لي عاد حقيقه رد السريع وابطال الشرطة الاتحادية. هاي مقبرة وادي عقاب مصورين في الابطال. هلا وين رحت؟ لا صاروا حطي ظلم. قواك الله يا بطل. الله يقوي حيلك. شلونكم؟ عيوني الله. اتصالات هاي احنا شعب الموصل على قعونهم معانا ويا قوات الامنيه. هاي المنطقه شو اسمها؟ الهرمانات. هاي الهرمان؟ ايه. انا معنوياتكم معنويات الفول. شلون شرطه من داعش مواجهه؟ والله مو هذا شيء مواجهته، لان ما انكسر هو. منهار منهار منهار. والله المعنويات عاليه جيد جدا، تقدم. هاي الشغله كلها خذيناها ومنهارين فردنا. الهرمات منطقة الهرمات. عافية بالأبطال. عافية. هذا معمل الطحين. البارح كان تحت سيطرة تنظيم داعش، اليوم تحت سيطرة القوات الأمنية. هذا معمل الطحين يقع بصناعة وادي عقاب. يعني ممكن ان زين اجنحه شلون بالنسبه لدرجه الحي البنايه بعد اقدر اشوف كياها فمسيطر على المنطقه اللي اصلا هم ما متوقعين اصلا يعني خطوتنا باتجاه دجله ومقاره يعني هذا اللواء الأول اللي مقابلنا؟ اثنين اللواء الأول الحمد لله. مع الله بركة الله شرعت قواتنا صباح هذا اليوم
وتم تحرير واقتحام الحافة الأمامية للمنطقة السكنية الشمالية للجانب الأيمن، وتم تحرير صباح هذا اليوم الحافة الأمامية واقتحامها من قبل ناقلات اللواء الآل الثاني مع المتجحفلة مع فرقة الرد السريع، وبعون الله تعالى سوف نحقق النصر خلال الساعات القادمة. هذه المنطقة الباحة كانت تحت سيطرة التنظيم؟ نعم كانت تحت سيطرة، لكن بجسارة وبسالة قواتنا المسلحة وخاصة الناقلات الآلية الفرقة الآلية تم اقتحام وكسر الحافة الأمامية للعدو التي كانت يراهن عليها العدو بل لا يستطيعون يعتبرونها سياج بالنسبة لهم محصن، ولكن بسالة قواتنا والكثافة النارية بالنسبة للناقلات مالتنا تم كسر الحافة الأمامية على بركة الله، وحاليا احنا في عمق المدينة. منطقة الأهرامات حاليا معنويات جيد جدا الحمد لله والشكر، مسيطرين على الوضع الأمني وشوفهم هم كسر الحافة الأمامية بالتقدم إن شاء الله. خلي يسحبها بمرة اللواء الآل الثاني أمر اللواء العقيد أحمد رادم ماضي. نحن الآن مثل ما جاء شوف بداية شقق الهرمات، وهاي المعامل مال الطحين اللي مقابل الشقق، وأيضا عندنا محور عبر السعيدين دخل على الشقق حاليا، والمحور الثالث جاي يتقدم من اتجاه المقبرة مال الصناعة مال وادي عقاب باتجاه الصناعة، وإن شاء الله أيام قليلة إن شاء الله يخلص ما تبقى من الجانب الأيمن وما راح يبقى إن شاء الله داعش بالموصل ان شاء الله. شلون اشوف هذا المحور صعب؟ لا جيد الحمد لله زين ما اشوفه كثير. العدو باخر انفاس ان شاء الله وبجهود الابطال من القوات الامنيه يخلص ما تبقى من جنب الامنيه. شو تقول لهذه المحاصرين بالداخل؟ نقول لهم اصبروا ما بقاكم الا ايام قليله ان شاء الله ونخلصكم من دنس الدواعش الانجاز. ولازم اول سيف الفوج الاول اللواء الآل الثاني شرطه اتحاديه. حيدر اريد بعد الكثافه الناريه، انت سبع انت بطل اليوم السياره المفخخه اول ما تقدمت عليك ضربتها وفجرتها، وهذا موقف يحتسب. اريد لا تخلي مفخخه تجيك تقترب، واريد كثافه ناريه اكثر بعد. عافيه ان شاء الله لعيون العراقيين جميعا لعيون الموصل وتحرير الموصل ان شاء الله. ماري سيارة مفخخة توصل يمكم. ناديك نمر، نادى عليك نمر مدري ياهو ارسل. شلون سيدي شلون؟ منين جاي؟ هاي أبطال الرد السريع. أبطال الرد السريع. طبوا بيقول الطبوا؟ إيه دولا. فاتوا 10. نشكر قناتكم لتواجد هذا من قاطع مسؤولية فرقة الرد السريع، هذا من ما يزيد من معنويات المقاتلين مثل ما تواجدت ويانا من معارك أمس بالتقدم باتجاه منطقة الهرمات. أمس تم تطهير قرية دجلة وقرية الحسون وقرية الحواس، والآن احنا في بداية الحي الصناعي والمطاحن، هاي المطاحن باتجاه الشقق
شقق الهرمات، الان تم اقتحام شقق الهرمات ايضا من قبل اللواء الثاني واللواء الاول. الان المعركه مستمره وان شاء الله يتم تطهير الاهداف المرسوم، الاهداف كافه المرسومه لفرقه رد السريع. العميد مهدي عباس عبد الله عامل لواء رد السريع الثاني. شوف سيدي اذا ايش اللي بيوت؟ شوف شوف شلون تصعد من هنا غلط بالعماره تبقى قرعان من هناك تجي. هاي مقبرة وادي عقاب تحت سيطرة القوات الأمنية وطالب الرد السريع. وجه العبرق. وجه العبرق. عافية. وحاليا متروسة جثث الدواعش الأنذال. صور. طريق الورهان. جثث الدواعش. جثثهم. لك حتى حاسبة شايل. ايه. كل شيء شايل. شايل حاسبة دعك عليها ذيك شيء. ندل ابن الندل. هذا حتى الاصلاح مالهم متفلش. هاي بازوقة؟ شعرة بازوقة. هذا حزام ناسف لابس؟ ايه ايه.